لهم سلطان جين جين. هل خطاب للإنس والجن؟ كل الجن عندهم ملوك. ملوك ما في ولا رئيس منتخب. آمنا وصدقنا سيدي. كل الجن عندهم ملوك. كم ملك مولانا هنا وهنا عندك؟ ها؟ كم ملك عندك هنا وهنا؟ وجههم سيدي. في موظفين موكلين. لا حول ولا قوة. كنت تقول سيدي سلطان الجن سلطان حزاز. حزاز؟ نعم. مين؟ كم؟ في واحد كبيرهم معلوم. بعدين ملوك. في سلطان وفي ملوك. ملوك الجن كل سلطان. لكن في واحد يكون رئيس السلاطين سلطان السلاطين على وجه الأرض. نعم. هم تبعهم. كان مولانا الشيخ يقول مولانا أنه سلطان الجن كان يأتي دائما عنده سبعة. الله أكبر. من الملوك يأتي في أمر ما فيه. طيب مولانا قال انه كل شيء الله اعطاني اياه اعطيته لمولانا الشيخ ناظم، فهو الملوك عندك الان سيدي. ياهو سيدي ما شاء الله. حفظنا الله. حبيب الشعب سيدي. حبيب المؤمنين. المهم شو عجيب شيء وبومباردمان. يا الله. كل الرؤساء. أمرك سيدي. كل الملل ملة الإسلام و صح الأمر لغير المسلمين كذلك. رجعهم الله. مولانا كل الملوك أهل الجن عم يسمعوك. ملوك أهل الجن عم يسمعوك سيدي. يسمعوا على حدود العسكر حاضر، لكن إذا يجي أمر بعدين بساعة يطردوهم. ما يبقى ولا واحد من هذول شياطين الرؤوس. آمنا وصدقنا. ويجيبوا شريعة الله على أصول. نعم. هذا مش وظيفتي. إذا الفرمان أعلن سيدي صار ما في قرب ظهور قريب. فإذا إيه إذا ما اسمه بدي بس ورا كل واحد عفريت الجن. الله أكبر. تمر حنايا كلهم بدي يجنوا بحطونهم للمستشفى. مستشفى المجانين. يوم على شيء عاشورية على عاشورية. الله أكبر. على عصفورية على عصفورية. يا بابا خدني على عصفورية. إيش ده؟ إذا في واحد كلمة بدي يبعث عنده واحد جني يجعله مجنون بنحط بعدين في العصفورية. هذا كمان تهديد شمالي. أنا عبد ضعيف، أنا ما بحسن شيء، لكن فيه موكلون فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورجل أنا بك وانت سايف فضان دربو بودا درور بلفا عاشين ليالي. أما بو بردادر أصل أمو أصل أمو أصل بودر ملوك الجن. في فرمانات كتير اليوم ما شاء الله سيدي.
في حضرتك فرمانات كتير. كليل كليل ايش فرق مع شيء ها شبه صدون نال ابو ساكن دعوت ورشاك ورادي سبحان الله وبيلي ردانو عملنا وصدقنا عشايفت لا ما يموت كيف ليش بان يال مولانا يحترم يبعد احترام فيه المال صحبتي بردي إلا جليل نرديسة تقول نعم سيدي أجعي خير.